بشأن المغربي، حيث خاضت مجموعة من الأسر المتوافرة على تنازلات على أراضي سلالية خاضت وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة سيدي الطيبي. المحتجون يعتبرون أنهم متضررون من مشروع إعادة التأهيل والهيكلة الذي تعرفه المنطقة. الروبورتاج لرجاء فضلي وكمال غنيم. هو احتجاج لحاملي التنازلات الذين اشتروا قطعا أرضية من ذوي الحقوق السلاليين بجماعة سيدي الطيبي. المحتجون يستنكرون عدم الالتزام بتمكينهم من الاستفادة من مشروع إعادة الهيكلة الذي تم إطلاقه بالمنطقة، وهو التزام ورد في محضر اتفاق مع الجماعة سنة 2011 يقتضي استفادة المتضررين على شطرين. للأسف هذوك الناس اللي بانيين عشوائيين اعترفت بهم السلطة ورضتهم مواطنين ديال السي الطيبي، أما احنا اللي التزمنا بالقانون وبالهيكلة هذوك البقاع ديالنا احنا اللي كنسناو باش تعاود الهيكلة ونبنيوهم، كان تم التهويش ديالهم للجماعة واعتبرونا احنا بأنه ما عندنا حتى شي حق. حنا مستعدين لاداء الواجبات، الوسائل كاع ديال الزيت مستعدين نأديوها، العوض اللي غيفوتوها الناس وحدين اخرين مستعدين يفوتوها لهذه الشريحه، لهذه لا الشريحه شريحه فقيره، الشريحه اللي هي من المجتمع الوطني المغربي ما جاتش مسيوكو بخور. المجلس الجماعي الحالي من جهته يعتبر الملف معقدا بالنظر إلى الوضعية القانونية لحاملي التنازلات من جهة، وبالنظر أيضا إلى العدد الكبير من التنازلات الذي يصل إلى حوالي 40,000 تنازل. كنتعاطفوا مع المشاكل اللي كيتخبطوا فيها، للأسف احنا ما عندناش الإمكانيات اللي ممكن أننا نعالجوا بها هذا المشكل ديال التنازلات، خصوصا العدد الضخم العدد الكبير ديال التنازلات. ويعتبر مشكل حاملي التنازلات من أبرز المشاكل التي تعرفها الأراضي السلالية. مطالب المتضررين واحتجاجاتهم متواصلة إلى حين التوصل إلى حل توافقي وجذري يرضي جميع الأطراف، في ظل واقع تعيشه حوالي 3,000 أسرة تنتظر الوصول إلى حقها في السكن في إطار برنامج إعادة الهيكلة وإعادة التأهيل العمراني لسيدي الطيبي. رجاء فضلي وكمال غنيم، ميديا أن تي في، سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة.